اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله بيبتدي الفيلم بمايلز وايدي وديكون وهما بيحاولوا يسرقوا جوهره نادره من متحف وبيعطل واحد منهم كاميرات المراقبه وفي نفس الوقت بينزل ايدي ومايلز من فتحه الاسانسير وبيقدروا انهم يوصلوا للخزنه ولان مايلز مشهور بانه يقدر يفتح اي خزنه بيفتح الخزنه بسهوله وبيسرق الجوهره لكن زميلهم ديكون بيخونهم وبيقتل ايدي، ولما بيطلع مايلز من المتحف بيطلب منه ديكون انه يديله الجوهره فبيديها بعدها بيعدي ديكون للمبنى المقابل عن طريق حبل متثبت بين المبنيين، ولما بيجي مايلز يعد وراه بيحاول يقتله فبيقطع مايلز الحبل وبينزل في الدور الثالث من المبنى، وفي نفس الوقت لما بيفتح ديكون الكيس اللي فيه الجوهره بيلاقيه فاضي. لما بيحس مايلز بالشرطه بتقرب منه، بيلزق الجوهره في فتح التهويه في المبنى اللي هو فيه واللي بيكون تحت الانشاء. بيحفظ مكانها كويس وهنا بتهاجمه الشرطه وبيقبضوا عليه. لما بينزل معاهم الشارع بيلاقي زميله ايدي ميت فبيحفظ كويس رقم الشارع وبعد سنتين بتفرج عنه الشرطه واول ما بيخرج من السجن بيصرخ ويقول اخيرا بقيت حر. بعدها بيروح يزور حبيبته جينيس اللي اول ما بتفتح له الباب بيتخض من شكلها وبيقول لها انت ازاي كسبت الوزن الزياده ده في سنتين. عموما انا كده كده بحبك في اي شكل وفي اي وضع. هنا بتنادي إلسا على قريبتها جينيس اللي أول ما بتشوفه بتقول له إزايك يا مايلز وبتسأله كنت بتفكر فيها وأنت في السجن فبيقول لها أيوة فبتقفل في وشه الباب وبتقول له اطلع برة يا حرامي لما بيروح للمبنى اللي ساب فيه المسة الزرقاء بيبقى هيتجن لأنه بيكتشف إنه بقى اسمه بوليس ولما بيدخل الاسم بيحاول يداري وشه من الكاميرات وبيلاحظ ان الظباط بيطلعوا له الدور الثاني عن طريق تمرير كروت التعريف بتاعتهم على الكمبيوتر ولما بيشوف عامل الدليفري بيسلم اكل لظابط الاستقبال بيقرر انه يتنكر في هيئه عامل توصيل البيتزا ولما بيدخل مركز الشرطه بيعرف ان الدور الثالث اللي مخبي فيه المس هو قسم جرائم القتل والسرقه فبيروح لظابط الاستقبال وبيفهموا ان الظباط في قسم جرائم القتل والسرقه طالبين بيتزا فبيراجع الورق اللي عنده بيقول له ما فيش حد عندي طالب حاجه والاسلم انك تسيبها عندي هنا ولو طلبوها هسلمها لهم بنفسي. هنا بيشوف مايلز ضابط واقف قدام الكمبيوتر وطالع للدور الثاني فبيديله البيتزا وبيطلب منه انه يطلعها للدور التالت فبيرفض الضابط فبيخرج مايلز من القسم بعد ما بيكون سرق الهويه بتاعته، بعدها بيروح لواحد قريبه اسمه العم لو وبيحكي له على كل حاجه وبيديله هويه الظابط وبيطلب منه انه يزور له واحده زيها ويزور له كمان ملف محقق منقول لقسم جرائم القتل والسرقه وفي نفس اليوم بالليل بيشغل التلفزيون على حلقات من الواقع لظباط بيقبضوا على مجرمين وبيفضل يتمرن على طريقتهم في الكلام والقبض على المجرمين وتاني يوم بيروح للعم لو اللي زيف له الورق والشاره وبيساله على زميله اللي خانه وديكون فبيقول انه ما يعرفش عنه حاجه وبيفهمه انه اكيد هيعرف انه خرج وهيدور عليه فبياخد منه الملف والشاره وبيقول انه اخره في مركز الشرطه ساعتين لحد ما ياخد الجوهره ويمشي لما بيدخل مايلز المركز الشرطه بيقف قدام الاسانسير واول ما بيفتح الباب وبيشوف منظر ظباط الشرطه بيتخض لكنه بيدخل الاسانسير بيحاول يقلد وقفتهم ولما بيوصل للدور التالت بيكون المحقق كارلسون اللي مايلز سرق منه الهويه بتاعته بيستجوب واحد من المتهمين وفي نفس الوقت بيروح مايلز للحمام وبيفتح فتحة التهويه علشان يجيب المسة الزرقاء وفي مكتب التحيات بيقدر المجرم انه يهرب من كارلسون وبيجري على الحمام لكن مايلز بيفتح باب الحمام فبيخبط الباب في وش المجرم فبيقع على الارض مغمى عليه وهنا بيدخل الظباط مع رئيسهم للحمام علشان يقبضوا على المجرم فبيتفاجئوا بوجود مايلز اللي بيضطر يقولهم انه الظابط منقول لقسم التحيات جديد بياخد منه رئيس الظباط ملفه اللي بيكون مكتوب فيه انه اسمه مالون وانه خبره مده كبيره في التحيات فبيعينه شريك لكارلسون وبيفهمه انه بقاله سبع شهور طالب محقق جديد للقسم بتاعه وبينادي بعد كده على كارلسون وبيطلب منه انه يعرفه على زمايله مكان مكتبه وبيفضل كارلسون يشرح له كل حاجه عن القسم لكن هو بيبقى مهتم انه يشوف اماكن فتحات التهويه ولما بيجيلهم لهم استدعاء بيخرجوا هما الاثنين مع بعض ولان مايلز متعود انه يقعد ورا في مكان المجرمين بيفتح باب عربيه الشرطه اللي ورا فبيفهموا كارلسون انه يقدر يقعد جنبه قدام ولما بيروحوا للمخزن اللي اتسرق بيعرفهم صاحب المخزن ان الحراميه سرقوا اغلب ضاع عنده وهي اطارات عربيه كروم مطليه بالذهب بيوريهم شباك ازاز مكسور وبيعرفوا ان الحراميه اكيد دخلوا منه لكن مايلز بيقوله مستحيل يكونوا دخلوا من هنا لان ببساطه الاطارات دي تقيله وكبيره ازاي هيقدروا يخرجوا من الفتحه الصغيره دي ومن غير ما حد يحس بيهم ولانه حرامي بيبقى عارف طرق السرقه بتاعت الحراميه كويس وبيقدر يكتشف ان صاحب المخزن مخبي الاطارات جوه شاحنه قدام المخزن وانه بيدعي سرقتهم علشان ياخد التامين فبيهدده انه لو كررها تاني مش هيرحمه بعدها بيطلب من كارلسون ان هو اللي يسوق وبيسوق مايلز بسرعه جنونيه والعربيه اللي بتقف طريقه بيتكلم في الميكروفون وبيقول للسواق لو ما بعدتش من قدام عربيه الشرطه هنقبض عليك وبعدها بيوقفوا قدام محل وكارلسون بيفضل بره بياخد مخالفه سرعه وبيدخل مايلز المحل علشان يشتري حاجه يشربها لكن بيتفاجئ بواحد بيسرق صاحب المحل فبيقعد على الارض ياكل وبيسيب الحرام يسرق لكن لما بيضرب صاحب المحل على الحرامي نار بيطلب كارلسون الدعم وبيدخل المحل فبيضطر مايلز انه يمسك الحرامي اللي بيطلع واحد صاحبه لكنه بيقدر يهرب منه فبيخرج وراه جاري هو وكارلسون والدعم وبيقدر مايلز انه يقنع صاحبه انه يسلم سلاحه ويسيبه ويقبض عليه وبعدها في القسم بيفضل كارلسون يحكي عن بطولة مايلز في القبض على المجرم بسهولة في نفس الوقت بينادي رئيس الضباط على مايلز وبيطلب منه انه يبقى رئيس قسم السطو وفي نفس اليوم بالليل بيتفاجئ العم بديكون قدامه وبيسالوا على مكان مايلز فبيقول له ما عرفش عنه حاجه لكنه بيقدر يلاقي نسخه من هويه الشرطه المزيفه بتاعه مايلز عنده وفي القسم بيركب مايلز كاميرا على عربيته بتتحرك بالريموت فبيقدر يلاقي الجوهره وبعدها بتجيله رساله من ديكون بيقول فيها انه عرف مكانه وعاوز نصيبه بيدخل مايلز المكتب وبيطلع على كرسي وبيفتح مدخل انبوبه التهويه علشان ياخد الجوهره وهنا بيفتح كارلسون باب المكتب وبيقول له انه دور على الكمبيوتر وما لقاش اي معلومات عنه ولا حتى رقم الشارع بتاعته موجود فبيعرفه مايلز انه من الشؤون الداخليه وجاي يكشف الفساد اللي عندهم وبيطلب منه انه يخلي الموضوع ده سر بينهم ويساعده من غير ما حد يحس بعدها بيطلب منه رئيس الشرطه انه يروح معاهم علشان يحققوا في شحنه اثار مسروقه مسكوها في المطار ولما بيروحوا هناك بيمنعهم الفدراليين انهم يتدخلوا في تحقيقهم فبيركب مايلز عربيه الشرطه مع كارلسون ورئيس القسم وبيفهمهم ان العمليه دي ما كانتش تهريب اثار وان اكيد الصناديق كانت مليانه مخدرات وبمجرد ما وصلت للمطار فرغوها في عربيه شحن وفعلا بيكتشفوا وجود عربيه شحن على الطريق والسواق بيكون راسم على ايده وش مسجون فبينزلوا هما التلاته من العربيه ولما بيفتحوا الشاحنه من ورا بيلاقوا فيها رجاله مسلحين والسواق بيطلع يجري ومايلز بيجري وراه لحد ما بيمسكوا وفعلا بتطلع الشاحنه كان فيها شحنه مخدرات كبيره وبعد ما بيستجوب مايلز السواق بطريقته بيعرف منه ان شحنه المخدرات ملك الاخطر واكبر تاجر مخدرات في المكسيك وبعد كده في مخزن الأدلة بيقف مايلز على شحنة المخدرات وبيفتح فتحة التهوية فبيلاقي الجوهرة وفجأة بيدخل عليه رئيس الشرطة وبيقوله انت بتعمل ايه هنا فبتقع منه الجوهرة جوه الشاحنة ومش بيقدر يطلعها بيتفاجئ بالفدراليين جايين ياخدوا الشاحنه فبيحاول يخليهم يسيبوا الشاحنه في القسم لكنهم بيرفضوا وبيطلب منه رئيس الفدراليين انه يتنكر في شخصيه واحد من المجرمين ويروح مع سواق شاحنه المخدرات اللي مسكوه يسلموا الشاحنه في ميعادها وبكده يقبضوا على المكسيكي وفعلا بيثبتوا جوه هدومه سماعات وهو طبعا بيبقى مرعوب لانه عارف انه رايح للموت برجليه فبيفهمه رئيس الفدراليين انه لازم يتصرف زي المجرمين ويحسسهم من واحد منهم بعدها بيركب العربية مع السواق اللي بيوصلوا للمخزن اللي المفروض يسلم فيه البضاعة والفدراليين مع كارلسون ورئيس القسم بيكونوا مراقبينه وأول ما بيوصلوا المخزن بينزل مايلز من الشاحنة وبيفتح بابها من ورا وبياخد الجوهرة من شحنة المخدرات فبيتفاجئ بصاحبه في الشاحنة فبيكتم صوت الميكروفون وبيسأله إيه اللي جابك هنا فبيقول له انه عاوز نصيبه من الجوهره وفجاه بيدخل ديكون للشاحنه وبياخد من مايلز الجوهره وهنا بيرفع مغناطيس قوي الشاحنه وبينزلها قدام تاجر المخدرات المكسيكي ولما بيسال السواق مين ده بيعرفه انه شرطي متخفي وعشان يثبت له مايلز انه مش شرطي بيضرب صاحبه فبيكسر له مناخيره وهنا بيطلب منه المكسيكي انه يقتل ديكون وفي نفس اللحظه بتدخل الشرطه وبتقبض على المكسيكي ورجالته فبياخد ديكون عربيه وبيهرب بيها فبيجري مايلز وراه وبيقدر انه ينط في شنطه العربيه وبيطاردهم عربيات الشرطه والفيدراليين فبتنحرف عربيه رئيس الشرطه عن مسارها وبتغرس في الرمله وبيفضل ديكون سايق بسرعه لحد حدود المكسيك وقبل ما بيوصل لحدود المكسيك بيضرب عليه ظباط الحدود نار فبينط مايلز من العربيه وبيكمل ديكون طريقه فبياخد مايلز عربيه من عربيات الشرطه بيعدي الحدود وبيطارد ديكون وبيكتشف ان مسدسه ما غير طلقه واحده فبيضرب على الشاحنه اللي سايقها ديكون طلقه دخان وبعدها بيقب عربيته قدامه. فبتتقلب الشاحنه وبيطلع ديكو منها فبيتكلم مع مايلز وبيقنعه انه لو سلم سلاحه والجوهره هيساعده يهرب من السجن وهيديله نصيبه وفعلا بيسلم ديكون السلاح والجوهرة فبيكلبشه مايلز في العربية وهنا بيرفع عليه ديكون مسدسه فبيقتله مايلز بآخر رصاصة معاه ولما بيرجع لكارلسون ورئيس الشرطة عند شريط الحدود اللي بين أمريكا والمكسيك بيفهمه كارلسون إن بعد ما دور كويس عرف إن المجرم اللي سرق الجوهرة وخباها في المبنى اللي اتقبض عليه فيه واللي كان تحت الإنشاء وقتها ولما طلع لا مركز الشرطه تخفف شخصيه محقق وبيعرفوا انه مش هيقدر يقبض عليه لانه بره حدود امريكا وهنا بيضحك مايلز وبيسلم عليهم هما الاثنين وبعدها بيجري على المكسيك والجوهره في ايده وهنا يخلص فيلمنا النهارده لو عجبك دوس لايك واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله